في أجواء الاحتفال بالعيد وبعد شهر من الصيام، يطلق الكثيرون العنان لشهواتهم في الأكل بحلوه ومالحه كما يقال. غير أن مثل هذا السلوك كثيرا ما يسبب لأصحابه أتعابا صحية متنوعة. لتفادي هذه المخاطر ولضمان العودة التدريجية والسليمة إلى نظام العيش الذي كان قبل شهر الصيام، هذه إرشادات ونصائح مفيدة من الدكتورة وفاء عياش عن هيئة الصحة بدبي. أهم شيء بعد يعني على العيد أو بعد انتهاء رمضان إنه ما أرجع للروتين مرة واحدة، لازم أتدرج في عملية أكل تناول الطعام وأخذها بالتدريج بحيث إني أنا أقسمها لنقول وجبات صغيرة متتالية من الصبح لبالليل. أهم شيء بالعيد، لأنه بالعيد معظم المشاكل بتصير الإسهال والنفخة وعدم وسوء الهضم وعدم قدرة على تناول الطعام بصورة صحيحة. أتمنى على الناس لما بنروح من زور الآخرين ناخذ شوي شوي من كل بيت، ما ناكل كل شيء، نخليه حلو إنك أنت تستجيب لمضيفك بأنك تتقبل منه الهدية، ولكن ما أكلها كلها لأني بتأدي لأني أنا بالآخر بقعد في التخت أعاني من ألم في البطن. لمزيد من الأخبار تابعوا شوفي ما في على فيزيك تيفي في الأوقات التالية.